مساء الخير. الحدث المصري يسيطر على كل الأحداث العربية، حتى الأحداث الدراماتيكية المهمة عند العرب. الحدث المصري هو الحدث الأول في كل الصحافة العربية وحتى الدولية. نحاول من خلال هذا البرنامج، بخلال سجالات في لقائنا مع دكتور حسن عبد ربه المصري، وصحفي طبعا وكاتب مصري، أن نتأمل سوية ماذا يحصل في مصر وما قد يحصل بعد ذلك. أهلا بك. أهلا دكتور حسن. حضرتك طبعا يعني مراقب لشؤون مصر بمزدوجين تاريخيا، لكن على الأقل بالإمكان التقاط تأملاتك بما حصل في 25 يناير وما حصل في 30 يونيو. في نفس المساحة، عند نفس الشعب، عند نفس الثقافة، ما الذي حصل؟ بداية، كل سنة وانتم طيبين ومشاهدينكم الكرام في أحسن حال. انطباعاتي عن 25 يناير 2011 كانت متأخرة بعض الشيء، لأن أنا نزلت مصر في آخر شهر فبراير، وبقيت هناك في ميدان التحرير هذه المرة تقريبا 11 يوم. انطباعاتي عن 30 يونيو أنني تعايشت معها قبل وقوعها بأسبوع، وأمضيت 5 أيام منها في داخل الواقع نفسه. 25 فبراير ما كانش حد 25 يناير 2011 ما كانش حد متوقع هذا الزخم الذي سترتب عليه. 30 يونيو كان هناك توقعات كثيرة، وربما الديفول الوحيد فيها أنه لم يكن التوقع بحجم ما حصل فعلا. 25 يناير بدأت شبابية، ثم بعد تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك انتقلت إلى خانة الشعبية. 30 يونيو ولدت شعبية من بدايتها. عناصر الجمع بين الاثنين يمكن حصرها فيما يلي: واحد، أن المطالب الثورية لازالت مستمرة، أن الإحساس بتحمل المسؤولية والقفز إلى مراحل متقدمة أصبح أكثر إيجابية، التفتت الذي شهدته القيادات الثورية والشعبية عقب تنحي الرئيس محمد حسني مبارك ليس موجودا الآن بنفس النسبة. هناك تشققات على الساحة ولكن ليست بنفس النسبة. النقطة الأخيرة، أن الدعم الشعبي في كلا المرحلتين ظاهر ومرصود ويمكن تتبعه بشكل أو كيف تفهم. هو طبعا يعني استنتاجات مصرية تقول أن هناك مليونيات خرجت في 25 يناير، لكننا اليوم نتحدث عن 20-30 مليون في الشارع. ما الذي حرك الملايين التي لم تتحرك في 25 يناير؟ 25 يناير ليس مليونية. 25 يناير، عشان بس نرجع بالذاكرة الورا، كان يمثل نوع من الإنذار الذي أراد شباب المصريون من مدمني التكنولوجيا الحديثة توجيهه إلى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. إحنا هنعمل يوم عيد الشرطة كذا وكذا وكذا وكذا، فما بالك لو فضلت في السلطة لحد 4 مايو عيد ميلادك 84، هنعمل فيك إيه؟ هذه هي الرسالة. انقلبت إلى ثورة، انقلبت إلى تحرك شعبي، انقلبت إلى فعل، وفعل مؤثر أدى إلى تنحيته، ده موضوع تاني، لكن لم تكن مليونية. حصلت مليونيات بعد كده في شهر إبريل، في شهر يونيو، حتى الانتخابات. تمرد قالت يوم 28 يونيو إحنا عندنا أكثر من مليونيات على مستوى الجمهورية. التعداد يختلف يا سيد الفاضل بين البي بي سي وبين جوجل وبين المصادر المصرية. دعنا نرفض الحد الأدنى والحد الأعلى. الحد الأدنى يقول 13 مليون والحد الأعلى يقول 33 مليون، دعنا في 17 مليون. سؤال حضرتك، كيف تجمع هذا العدد؟ ولماذا الكتلة التي لم تتحرك في يناير 2011 تحركت في 2013؟ هذه هي الكتلة التي كان يطلق عليها السياسيون والنخبة من المصريين حزب الكنبة، الجالسون أمام شاشات التلفزيون يؤيدون أو يعترضون دون أن يكون هناك حركة. ولكن أنا أزعم أن على رأس النتائج، لكن حزب الكنبة الذي لم يتحرك في 25 في موسم 25 يناير، نعم هو الذي، لكن يعني تفصيلك، هذا الحزب لم يكن يرى أن التغيير ضروري في 25 يناير، فكان ضروريا أن يتغير في 30 يونيو. لا، هو كان يراه ضروريا بس من موقعه، ولكن لما جرب أن موقعه هذا لا يؤثر بالإيجابية المطلوبة لكي يكون هناك تغيير، تقرر أن ينزل إلى الشارع، لدرجة أنه صار مشهورا. أن تجد
المسيرات وهي تمضي من مكان إلى مكان، مجموعة من الرجال العجائز الشيوخ والسيدات المسنات جالسون أمام عمارتهم يرفعون العلم المصري ويؤيدون المسيرة، لأن هي دي استطاعتهم، ما يستطيعوش المسير وما يستطيعوش التجمهر وما يستطيعوش. طالما تحدث عن التأملات دكتور حسن عبد رب المصري، هل شعرت في 25 يناير أنها ليست مصر؟ 30 يونيو مصر؟ لا، في المرتين مصر، بس الـ التعبير له وزنه، التعبير يضم طوائف كثيرة جدا جدا من الشعب. يعني أنا قلت لحضرتك في 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 مقدمة السؤال الأول أن حركة الشباب المصري الذي يمتلك مهارات التكنولوجيا هو الذي تحرك يوم 25 يناير 2011 وهو الذي قاد، ولكن انتقلت العملية من شبابية إلى شعبية خلال الفترة المحصورة ما بين 25 يناير إلى 11 فبراير. من يوم 28 و29 و30 يونيو كل طوائف الشعب السياسية والعرقية والدينية والسنية والجنسية من رجل وامرأة كانت ممثلة في الشوارع المصرية. السنية تقصد السن؟ السنية السن. يوم 3 يونيو على وجه التحديد أنا كنت في الحديقة الخلفية لجامع جمال عبد الناصر أستمع إلى خطاب الفريق أول السيسي. أنا أحكي عن صدق أن المكان كان ممتلئا عن آخره بمجموعة من متوسط العمر، شباب وفتيات متوسط العمر، يعني ما بين 30-35-40-45 أقصى حاجة، وكانوا من محافظات متعددة. أنا تقابلت مع شابين من المنيا، محافظة المنيا، من تكرار زملائي للإسم عرفوا أن أنا طلعت مرة أو اتنين في البي بي سي. أنا بقول الكلام ده لكي أدلل على أن ما جرى على مستوى الشارع المصري من 11 فبراير بعد تنحية الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك إلى 30 يونيو 2012 يوم وقف الرئيس المعزول محمد مرسي لكي يحلف اليمين في ميدان التحرير ثم في جامعة القاهرة ثم أمام الجمعية الدستورية، حدث تغير في شكل التحرك المصري وحدث تغير في شكل الاستيعاب المصري للحدث. إن لم تكن ثورة 25 يناير قد أحدثت تغيرا حتى اللحظة في المنهج المصري في الحكم وفي الديمقراطية وفي المسار السياسي، فهي أنتجت ثلاثة أشياء لا ينكرهم أحد. الأولى أن كل المصريين أصبحوا سياسيين كلهم بلا استثناء، تسيسوا من قمة الهرم إلى أدنى، كله يتحدث في السياسة، والكثيرون منهم يتحدثون بمنطق. النقطة الثانية، لم يعد مصر يخاف، محدش بيخاف. النقطة الثالثة، أن كتلة الشباب تعرف ما تريده، ولذلك قلت لحضرتك أن هناك استمرارية بين 25 يناير و 30 يونيو. طالما نحن يعني نمارس تمرين المقارنة ما بين 25 و 30 25 يناير 30 يونيو، أريد أن أفهم منك، عندما قام المصريون بانتخاب محمد مرسي رئيسا بالملايين، أي تقييم لك؟ لماذا ولماذا تراجعوا؟ هم الذين انقلبوا على 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 اقتراعهم في 30 يونيو. أشكرك جدا على السؤال ده. اللي انتخب محمد مرسي رئيسا للجمهورية في المرحلة الثانية من بين الإخوان المسلمين والتيارات السياسية الإسلامية المعززة لهم لا يتعدوا 1.5 مليون. بقية الناخبين الذي قيل أنهم بلغوا 11 مليون وشوية كانوا موزعون على الفئات الآتية. فئة تقول ادوهم فرصة، احنا ما جربناهمش، جربنا الملكية وجربنا الناصريين وجربنا السادتيين وجربنا حسني مبارك ولم نصل إلى مشروع قومي، خلينا نجرب. واحد. اثنين، فئة تانية تقول لك ايه دول بتوع ربنا. يا مولانا، يعني ايه بتوع ربنا؟ يعني هيرعوا رد ضميرهم، يعني هيبقوا أمناء، يعني هيبقوا مش مفسدين. الفئة الثالثة كانت تقول أن ما سمعناه من هذا الرجل ومن غيره يبشر بالخير. الفئة الرابعة وهي الأكثر في رأيي أنا كانت تنتخب محمد مرسي نكاية في أحمد شفيق. أول غلطة أخطأ فيها رئيس الجمهورية المسمى محمد مرسي كانت عندما أصدر قرارا جمهوريا بعودة مجلس الشعب الذي حلته المحكمة الدستورية قبل أسبوعين إلى العمل.
أول كسر. الكسر الثاني عندما افتتح احتفاليات 6 أكتوبر سنة 2012 دون أن يكون هناك عنصر مصري خلص في المنصة، كلها كانت مستفة ومرتبة لكل العناصر التي تمثل التيار الإسلامي، حتى أن بعض الناس قالوا أن من تصدر المقدمة قتلت محمد أنور السادات. هذا هو الكسر الثاني. الكسر الثالث عندما أصدر يوم 21 نوفمبر قراره بأن كل ما يصدر منه من قرارات محصن ضد القضاء ومحصن ضد الطعن ومحصن ضد أي شيء في المستقبل. هذه الأمور الثلاثة وما ترتب عليها من انتهاكات للمحكمة الدستورية العليا وحصار للقضاء وحصار لدار القضاء العالي وموقف من النائب العام، كل هذه الأمور جعلت من أعطوا صوتهم على مستوى الأربع شرائح التي أشرت إليها يقولون توبة. في إذا أعدنا التاريخ، هل هناك من يعتبر، هل هناك خطأ؟ لا أتكلم عن الفئة التي تقول ننتخبهم لأنه بيخاف ربنا، أو الفئة التي تقول أعطهم فرصة، على الفئة الكبيرة التي تحدثت عنها التي انتخبت محمد مرسي نكاية بأحمد شفيق المتهم بأنه من الفلول، هل كان خطأ ذلك؟ بمعنى آخر، هناك من يعتبر أنه لو كان تم انتخاب أحمد شفيق كانت هذه المعارضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك ستذكر أحمد شفيق بأنك بين مزدوجين من الفلول، وبإمكانه أن تبتز لمزيد ومزيد من المطالب لصالح هذه المعارضة. هل كان خطأ أيضا؟ لا، هو أنا وأيضا مصر لم تكن بحاجة إلى قطيع، كان بحاجة إلى مرحلة انتقالية كان بإمكان أحمد شفيق أن يؤمنها. هم طبعا سؤال افتراضي. السؤالين لا لا لا، هو مش افتراضي، بالعكس هو هذا السؤال قيل على وجه التحديد بعد احتفالات أكتوبر 2012 وبعد الخطاب الشهير الذي ألقاه محمد مرسي في مايو سنة 2013 وطالب فيه بفتح باب الجهاد، قطع العلاقات مع سوريا وفتح باب الجهاد للذهاب إلى سوريا. في هاتين المرحلتين قيل أنه لو كان هناك فرصة لأن لكي ننتخب أحمد شفيق ما كانش الكلام ده حصل، هو سؤال مش افتراضي، سؤال قاله الشارع المصري. ولكن أنا أرى أن حتى هؤلاء الذين كانوا يريدون أو يتمنون أن يكون أحمد شفيق بدلا من محمد مرسي لم يكونوا ليدلوا بصوتهم بهذه الكثافة العددية التي ترشحه، وإنما كانوا يفضلون أن يتنحى أحمد شفيق لحمدين صباحي. هنا كانت المعادلة هتبقى شكلها مقبول مصريا ثوريا، وعلى مستوى التحدي والمنافسة بين محمد مرسي وحمدين صباحي أنا أزعم أن لماذا لم يحصل ذلك؟ لماذا لم يحصل؟ لأن الأحزاب التي تقف في خندق الممانعة ضد الإخوان المسلمين ليسوا منظمين، ليس لديهم تمويل، ليسوا متفقون على كلمة رجل واحد. أذكرك أنه بين انتخابات المرحلة الأولى والثانية جرت محاولات كثيرة جدا لكي ينضم كل العناصر الليبرالية المرشحة ضد العناصر الإسلامية المرشحة لكي يختاروا واحدا منهم، واجتمعوا أكثر من 8 مرات ولم يتفقوا على شيء. التشرذم الليبرالي والاشتراكي واليساري ضد جماعة الإخوان المسلمين هو الذي يؤدي لهذه النتيجة. وهذا ما أشرت إليه أن التشققات التي حصلت نعم. بعد 25 يناير موجودة بشكل بسيط أي. إذا ما قرن طبعا بعد 30 يونيو. طيب حضرتك، أنا أعرف أنك عملت على موضوعة الإخوان المسلمين تاريخيا وإلى آخره. نعم. عندما أشرت منذ قليل إلى قرارات اتخذها الرئيس محمد مرسي تتعلق بعودة البرلمان، ويعني المهم كان دون استفزاز للقضاء، أريد أن أفهم منك مصريا وإخوانيا على ماذا عولوا؟ هم يعرفون للبسيط في السياسة أن ذلك سيؤدي إلى انفجار وصدام. نعم. لكن على ماذا كانوا يعولون برأيك؟ ما هو حضرتك بنيت التعويل على إن هم في احتمال يكون في خلفيتهم إنه سوف يؤدي إلى كذا وكذا. دي مش مطروحة عند الإخوان المسلمين. الإخوان المسلمين تعتبر أن هذه فرصة تاريخية؟ نعم. من 1928 إلى 2012 الإخوان المسلمين لم يمارسوا الحكم، لم يجربوا الإدارة، لم يجربوا الوجود في حتى الصف الثاني أو الثالث من تحمل المسؤولية. جربوا السياسي، جربوا التحالفات، جربوا الانتخابات، جربوا يفهموا العالم. لا، لم يجربوا السياسة،
لم يجربوا السياسة بشقها الذي يعترف بالآخر لكي يتعاون معه في إدارة الدولة، وإنما جربوا التحالفات التي تؤدي بهم إلى البراجماتية ويحققوا أهدافهم ثم يلفظوا من تحالفوا معه. وهذه متكررة، يعني الإخوان المسلمين في العهد الملكي كانوا يلعبون على ثلاثة أطراف: القصر وحكومات الأقليات والاحتلال. تحالفاتهم مع القصر ضد الطرفين الآخرين تؤدي إلى مكاسب، تحالفاتهم مع طرفين آخرين ضد الاحتلال تؤدي إلى مكاسب، تحالفاتهم مع حكومة الأقليات ضد حكومة الوفد تؤدي إلى مكاسب، ليس فيها سياسة. القضية بينهم وبين الثورة في سنة 52 كانت إما أن نحكم أو نعادي، ثم نزلوا درجة: إما أن تعرضوا علينا، قالوها مباشرة لجمال عبد الناصر، إما أن تعرض علينا كل القرارات التي سوف تصدرها لكي نوافق عليها أولا، وإلا حنكون ضدك. هم يريدون أن يصبحوا حزبا حاكما كما هو كما هو الحال في تركيا، إذا كانت إذا كانت هذه التجربة التركية يريدون. لا لا، هم أجبروا على أن يكون لهم حزب، أجبروا على أن يكون لهم حزب، ولذلك لما تفرش القماشة بتاعة الجماعة والحزب لا تجد هناك فاصل بين الاثنين، وإنما هو نوع من الاندماج. لدرجة أن رجل الشارع المصري كان يقول على الفترة التي أمضاها الرئيس المعزول محمد مرسي في سدة رئاسة الجمهورية أنه كان يأخذ المشاريع القوانين من الجهات المختصة ثم ينتظر لكي يعرضها على مكتب الإرشاد، ومكتب الإرشاد يعرضها على المرشد العام، ثم يأتيه القرار بإما القبول أو المنع. هذا كان يقوله الرجل البسيط في الشارع المصري. السياسة على مستوى جماعة الإخوان المسلمين ليس فيها الجوانب المتعارف عليها. ابتعادا عن السياسة دكتور حسن عبد الله المصري، المنطق يقول أن الإجراءات التي اتخذت وهي تستفز قطاعات في الدولة ومؤسسات الدولة، قطاعات في السياسة والتيارات السياسية والأحزاب، ستؤدي إلى صدامكم مع هؤلاء، صدامكم مع البيئة العربية، صدامكم مع البيئة الدولية. المنطق يقول ذلك. المنطق، أين هو المنطق في تاريخهم من سنة 1928 إلى 2013؟ ليس هناك منطق. المنطق هو اللعب على العنصر الديني، اللعب على نسبة الجهالة ونسبة العوز في المجتمع، اللعب على ما يمكن أن نسميه بإطار الأمة الإسلامية والخلافة الإسلامية. رجب طيب أردوغان عندما أعلن أنه ضد الانقلاب الذي جرى في مصر وضد الاحتفاظ بالرئيس المعزول محمد مرسي خلف القضبان، لم يكن يدافع عن فكرة الديمقراطية، وإنما كان يدافع عن منطوق ومفهوم التنظيم الدولي للإخوان المسلمين فيما جرى في مصر، ليس إلا من هذه الزاوية. تسألني المنطق، ليس لديهم منطق. عندما فازوا في الانتخابات في يونيو 2012 كأنما دالت لهم الدنيا، مش مصر بس، كأنما دانت لهم الدنيا. وبناء عليه لما انت تبقى حاسس ان الدنيا كلها معاك وان هذه الجماهير كلها وراك وان من انتخبك اليوم سوف يتمسك بك، يصبح المنطق مرفوض، وانما الجبرية، انا أأمر فأطع. منطق الاشياء فرض خروج عبد المنعم ابو الفتوح او نعم. أو كمال هلباوي او اسماء اخرى، او هل هذا منطق تثق به؟ وخصوصا من مواقف دكتور عبد المنعم ابو الفتوح الاخيره. حقيقه الامر من جربته في هذا الشان واعرفه معرفه وثيقه وانا على يعني على اتصال به واصدق دائما ما يقوله هو الدكتور كمال الهلباوي. على سبيل المثال، كل من خرج من عباءه الاخوان المسلمين بعضهم، وأنا أحترمه جدا، التزم بيته والتزم داره ولم يدلي بشيء، وقال كفى الله المؤمنين القتال ولكم دينكم ولي دين. للأسف الشديد الفضائيات أظهرت بعض الجوانب السلبية، دعني أقول السلبية، في بعض الشخصيات التي تفضلت بالإشارة إليها. بالنسبة للدكتور عبد المنعم بن الفتوح، لست أنا وحدي، وإنما قطاع كبير من الشارع المصري وقطاع كبير من المثقفين والتنويريين والنخبة المصرية وبعض العسكريين أيضا كانوا يتوقعون منه أداء غير ذلك، ليس في هذه المرحلة فقط وإنما على مستوى المرحلة الانتخابية. حتى الآن الدكتور عبد المنعم بن الفتوح لم يثبت بالدليل القاطع والمادي والمحترم أنه انفصل نهائيا عن فكر وتكتيكات جماعة الإخوان المسلمين. بعضهم عاب عليه تمسكه بأن ما جرى انقلاب،
لأنه في جلساتي الخاصة يقول عكس ذلك. بعض من كان يجلس معهم قالوا أنه يعترف بأن ما جرى ليس انقلابا وإنما هو تغيير للمسار السياسي، ولكن التزامه بفكر الجماعة يجعله يردد دائما أبدا، خلوه يخرج من المعتقل، خلونا نعمل استفتاء على خريطة الطريق، خلونا نشوف الشعب عايز إيه، وهو يعلم حقيقة العلم أن هذا لن يتحقق لا من قريب ولا من بعيد. لكن في علم يعني في التكتيك السياسي أين يربح؟ لن يربح مع الإخوان ولا يربح خارج الإخوان في هذا التكتيك. وأنا أزعم أضيف لكلام حضرتك بعد إذنك أنه أيضا الكثير ممن رشحوا نفسهم لرئاسة الجمهورية في الانتخابات 2012 لن يفوزوا بثقة الشعب، لأنه خلال هذه السنة الشعب استطاع أن يفرز الكثير من الكلام الذي كان يقوله معسولا في الحملات الانتخابية والتصرفات التي أبانت عن ضحالة الفكر السياسي والبعد الشديد بينهم وبين الجماهير ومطالبها وموقفهم المزري من الثورة. في الكلام أيضا عن 25 يناير 30 يونيو هناك خروج للتيارات الإسلامية التي لم نكن نعرفها، خصوصا التيارات السلفية التي لم تكن تتعاطى بالسياسة أساسا. نعم. أيام الرئيس حسني. نعم. مبارك خرجت، أنشأت أحزاب، خضت انتخابات، تحالفت. نعم. تناقضت. نعم. كان لها موقف، وكان واضح أنه في 30 يونيو على الأقل حزب النور ظهر. صح. مع الفريق أول السيسي في خطابه. نعم. إلى آخره. أريد منك تقييم لهذه التيارات، مدى يعني لا أقول تناقضها لكن مدى تكاملها مع الإخوان، وهل هذا التناقض هو تناقض حقيقي سلفي إخواني؟ لا. أم أنه لا ظرفي تكتيكي؟ هو بالنسبة لحزب النور على وجه التحديد، لأنه الفجر الواضح في الساحة من يناير 2011 إلى اليوم، حزب النور له ما يمكن أن نسميه البدايات السياسية التنويرية على مستوى الأحزاب السياسية الإسلامية. عنده فكرة لما يمكن أن يكون مفهوما، إيه هي السياسة، إيه هي البراجماتية، إيه هي الأخذ والرد. يبتعد كثيرا جدا عن الجمود الذي يتمتع به حزب البناء والتنمية، لأن حزب البناء والتنمية إصبع من أصابع جماعة الإخوان المسلمين. حزب النور يعني يخضع كثيرا جدا لما يمكن أن نسميه بالشورى أو تجاوزا للديمقراطية. جميع القرارات أو أغلب القرارات التي تمس الشارع المصري والبناء الداخلي للحزب تتم بطريقة ديمقراطية، تصويت وتصويت علني، ومين مع مين ومين ضد مين. تجربة حزب النور في السنة التي أمضاها الرئيس المعزول محمد مرسي على كرسي الرئاسة تجربة مريرة، على مستوى الحكومة، على مستوى المستشارين، على مستوى المحافظين، على مستوى المحليات، على مستوى حتى المناصب الوسطية في المؤسسات المصرية. كان حزب النور يستمع إلى كلام ثم يجد فعل آخر. النقطة الأخيرة بالنسبة لأحزاب التيارة الإسلامية التي ظهرت بعد يناير 2011، ليست جميعها ذات قواعد شعبية. هو اللي بيتمتع بالقواعد الشعبية حقيقة جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب السلفية أيا كانت مسمياتها، ولكن أنا أزعم أن السلفيون بطبيعة تفكيرهم الشديد القرب من الواقع المصري والمرتبط ببعض القواعد الشرعية البعيدة عن السلطة والبعيدة عن التمسك بالحق والحقيقة وامتلاك الحقيقة وما إلى ذلك، يجعلهم أقرب إلى الشارع وأقرب إلى البيئة وأقرب إلى تناول الموضوع من أكثر من وجهة نظر. هم يعني غير الإسلام الجهادي، هم كانوا بشكل أو بآخر وتحت يعني الشعار الفقهي باحترام الإمام أو الفقيه أو الحاكم إلى آخره، لم يكونوا ضد السلطة، لذلك أيام الرئيس حسني مبارك لم يمارسوا السياسة. هل أيضا هم ما زالوا كذلك؟ هم مع أي سلطة؟ فقهيا مع أي سلطة؟ فقهيا هم ممكن تحطهم تحت فقه الاحتياجات الحديثة للمجتمع المصري، وهذا الفقه فقه مرن إلى حد كبير جدا، لا يلتزم بالقواعد التي كانت في القرن الرابع الهجري والخامس الهجري وما إلى ذلك، ولكن يميل إلى فقه التناول اليومي للمسائل التي تهم المواطن المسلم وإيجاد حلول لها.
وأعتقد أنهم في هذا الموضوع يتبعون القاعدة التي طرحها علي بن أبي طالب رضوان الله عليه لما كان بيقول قولوا لي المشكلة بتاعتكم إيه اليومين دول وأنا أقول لكم سندها إيه من الشرع، ما بيجيبش من الشرع ويفرض على الواقع. ده موقفهم من 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 فقه الحاجة اليومية. في السياسة زي ما قلت لحضرتك يميلون إلى الأخذ والعطاء، يميلون إلى تبادل الرأي فيما بينهم ثم طرح وجهة نظرهم. يعني أنا أزعم أن المبادرة التي سوف يطرحونها على فضيلة شيخ الأزهر غدا أو بعد غد فيما يتعلق بحل الانسداد المصري في هذه الآونة سوف تكون أقرب إلى الواقع وإلى الشارع منها إلى السماوات والأسقف وما إلى ذلك. النقطة الأخيرة أنه حقيقة موقعهم وحقيقة وزنهم هم عارفينها كويس قوي. يعني ما تلاقيش واحد بيقول لك إيه إحنا لينا 20 مليون في الشارع، ما تلاقيش واحد منهم يقول لك إيه إحنا نقدر نحرك الجماهير المصرية من أسوان إلى إسكندرية. لا، عارفين حجمهم وعارفين وزنهم وبناء عليه دائما أبدا حركتهم بتبقى محسوبة كويس. دكتور حسن عبد الدبر المصري في القسم الثاني في تأملاتنا أيضا في أسئلة كثيرة، لكن أهم هذه الأسئلة هي تمرد، ما هي هذه الحركة العجيب الغريبة؟ وأيضا سؤال آخر يطرح، كيف تبدل رأي السياسيين والناس بموقع الجيش بعد 25 يناير؟ كان هناك تحفظ، اليوم الكل يصفق، بالإضافة إلى ملفات أخرى تتعلق بمصر. بعد الفاصل الإخبار سجل في القسم الثاني مصر تأملات في حراك مفصلي مع دكتور حسن عبد الرب المصري الصحفي والكاتب المصري. دكتور حسن، في التجربة المصرية بدأنا في يعني يسلط المجهر على التيار الإسلامي، فقيل لنا أن هناك تيار إخواني معروف وأن هناك تيار سلفي علمي وهناك تيار سلفي جهادي، وإذا عندما تنفجر الأزمة يخيل لنا أنهم تيار واحد وأن الإخوان ينذرون بأن وقف إطلاق النار في سيناء متعلق بعودة الأمور إلى محمد مرسي إلى آخره، وأن الجهاديين حتى حزب النور لديهم تحفظات. ما القاسم المشترك؟ هل أساسا انقسام هذه التيارات وانقسام حقيقي أم في الأزمات لا يزول هذا الانقسام؟ هو في دليل يعبر عن اللي حضرتك تفضلت بطرحه، وهو أنه بعد انتخابات المجلس النيابي مجلس الشعب في مصر في يناير وفبراير 2012 كان لحزب النور موقف يعني محدد من ما سوف يجري في خلال الانعقاد الأول والثاني للمجلس، وكان في نوع من التعارض البين بين توجهات الإخوان المسلمين من ناحية وحزب النور من ناحية تانية والسلفيين غير الجهاديين من ناحية تالتة. ولكن مجرد ما انعقد المجلس وبانت الكتل البرلمانية وبان قدرة نواب الإخوان المسلمين على التحريك وعلى فرض المغالبة وليست المشاركة، لقينا نوع من الاتفاق بين الطرفين الوقتي، والذي أدى إلى أن الدكتور محمد سعد الكتتني يبقى رئيس للمجلس رغم التحفظات الكثيرة التي قالها حزب النور فيما يتعلق به. وممكن ناخد هذا المؤشر لكي نتحدث عن القوانين وإلخ إلى أن انفض المجلس في أوائل يونيو 2012. موقف الإخوان المسلمين مما يجري من أحداث دموية في سيناء ليس مقصودا به الجهادية السلفية فقط، وإنما لهم تأثير مباشر، ودي ربما تبين عنه الوثائق التي ربما تنشر على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي أو مصر أو غيرها. العلاقة الوطيدة بين جماعة الإخوان المسلمين والجهاديين من غير المصريين الذين توافدوا مش بالضرورة حماس، ولكن هناك ما لا يقل عن من 5000 إلى 7000 جهادي جاءوا من باكستان وجاءوا من أفغانستان وجاءوا من العراق وجاءوا من اليمن وجاءوا من أطراف أخرى كثيرة، دخلوا مصر بوسيلة أو بأخرى في أيام محمد حسني مبارك من سنة 2005 و2008 و2009 وأيضا في أيام الرئيس المعزول محمد مرسي،
وحصلوا على سلاح بطريقة أو بأخرى، بعضها من عن طريق إسرائيل وبعضها من المخازن الليبية بعد سقوط معمر القذافي. هؤلاء يشتركون مع الإخوان المسلمين في قضية أن الخلافة الإسلامية يجب أن تسود بشكل أو بآخر، وبناء عليه من ضمن الحروب التي يجب أن تشن ليس فقط على إسرائيل وإنما على الطاغوت المصري الذي عزل الرئيس المدني المنتخب الأول في تاريخ. هؤلاء يثقون بالإخوان، يثقون لأنهم بإمكانهم إيصالهم إلى دولة الخلافة. مظبوط كده، هذه هي القضية. وبعض الدراسات الأمريكية وبعض التقارير الأوروبية تقول وتدعي، أنا ما عنديش الدليل، ولكن ادعاءاتها واضحة وتقول أنه في مرحلة مقبلة بعد سنتين بعد ثلاثة كان يمكن أن تتحول شبه جزيرة سيناء إلى خلافة إسلامية معزولة عن مصر. ليس لدي دليل على ذلك، ولكن أقول ما يطرحه الإعلام العالمي. الجهادية الإسلامية ضد المجتمع المصري أو ضد النظام المصري أو ضد بدو صحراء سيناء مرتبطة بالفكر الجهادي الإخواني، وأزعم أنها تأتمر بأمره، لدرجة أن محمد البلتاجي كرر أكثر من مرة صوت وصورة أن هذه العمليات الإرهابية ستتوقف لما يعود محمد مرسي إلى كرسيه كرئيسا للجمهورية. في مصر قبل أي أزمة سياسية كيف ينظر السلفيون الدعويون دون الذين يعني يمارسون الفقه ويمارسون الإسلام ويمارسون العبادات وكل ذلك، كيف ينظرون إلى الإخوان؟ هل هو يعني في نظرة ريبي، نظرة تكامل، نظرة أننا نحن مسلمون، أي نظرة؟ لا، هي مش نظرة تكاملية في السياسة، ولكن هم يرون حتى ناس في السياسة شخص سلفي يمر من أمام شخص إخواني. نعم، السلفيين يشتركون مع الإخوان المسلمين في ضرورة إقامة الحكم الإسلامي وتطبيق الشريعة الإسلامية، لا خلاف في هذه النقطة، ويشتركون أيضا في أنه المرأة لها موقعها المحدد، الأقباط لهم موقعهم المحدد، الجهاد يجب أن يكون العملية المعادة من السنة النبوية المتحرة، وبالتالي النقاط الكبرى متفقين عليها بالضبط كده. ولكن الخلاف يأتي في ما يمكن أن نسميه بالديمقراطية. هؤلاء الإخوان المسلمين يؤمنون بالديمقراطية شكلا وديكورا، والسلفيون يريدون أن يطبقونها بالتدريج، لدرجة أن هم يتعاملون فيما بينهم بالديمقراطية ويحاولون بشكل أو بآخر أن يطبقونها في حدودها الدنيا. أيضا كانت تشكل أن الديمقراطية هي الوصول للسلطة، هي الديمقراطية لمرة واحدة إلى هذه الدرجة عند الإخوان المسلمين لمرة واحدة، عند السلفيين متكررة بشكل أو بآخر. النقطة التي أود أن أشير إليها أن المنفعية العائدة على الإخوان المسلمين من ممارسة الخطاب الديني على المجتمع نسبتها عالية جدا بالنسبة للمكاسب السياسية والاجتماعية، بالنسبة للسلفيين ما عندهمش الطرح ده خالص. النقطة الأخيرة، ازدواجية الخطاب عند الإخوان جماعة الإخوان المسلمين فجة جدا ومفضوحة، عند السلفيين ربما يخفونها في بعض الأحيان، ولكن الظاهر منها هو الخطاب الذي يسير إلى الأمام وليس فيه ازدواجية. السلفيون موقعهم من المجتمع المصري مجتمع أكثر استنارة وأكثر نظافة من موقع الإخوان المسلمين، خاصة بعد تجربة حكم السنة بتاعة محمد مرسي. طيب، في كلام عن الإسلاميين، أريد أن أفهم منك وبشكل سريع حتى ننتقل إلى موضوع آخر، موقع الأزهر حاليا، الموقع التاريخي معروف، لكن حاليا ما الذي يمثله الأزهر وما الذي يمكن أن يمثله؟ هل هناك آفاق له في يعني في مواسم رواج الإسلام السياسي المحلي والعالمي؟ الأزهر عانى معاناة شديدة جدا بعد تولي محمد مرسي للرئاسة، وربما قبل ذلك بقليل، لأنه منهجية الإخوان المسلمين في الاستيلاء على السلطة تقترب بشكل أو بآخر من المنهج الفاشي النازي في هذه المسألة. لابد من السيطرة على المؤسسات الدينية والمؤسسات الأمنية والمؤسسات الإعلامية والقضائية، هذه المسألة كان. ولذلك كان هناك صراع شديد جدا على تنحية الدكتور أحمد الطيب من هذا المكان وتولية سين من الناس، قيل في بعض الأحيان يوسف القرضاوي، وقيل في بعض الأحيان الدكتور البر اللي هو المفتي بتاع الجماعة.
من المسائل العجيبة جدا أنه في مرحلة من المراحل عندما كان الأزهر يبعد بنفسه بعض الشيء عن الصراعات الموجودة في الساحة لكي يجعل المسافة بينه وبين كل منها متساوية، كان الأزهر على دماغ شايلينه جماعة الإخوان المسلمين حاطينه على دماغهم من فوق وبيحترمه. عندما ينزل الأزهر الشريف لكي يقوم بدوره في كمؤسسة دينية وكجانب سياسي وجانب اجتماعي يصبح مكروها من جماعة الإخوان المسلمين ومن بعض التيارات الإسلامية السياسية الأخرى مثل هذه الأيام. من قبل أن تطرح مؤسسة الأزهر رؤيتها للمبادرة أو لتجميع المبادرات وطرحها للمناقشات أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أنها ضده بشكل أو بآخر. زي ما قلت لحضرتك في مرحلة سابقة أنا أزعم أن المبادرة التي سوف تقدم ما زال في قلب المصريين نعم له مكان خاص. نعم هذا نعم 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 لا لا تهتز. طيب أريد أن أسألك دكتور حسن عبد الرب المصري، أريد منك يعني جواب صريح حول موضوع تبرد. لماذا لا. نسأل هذا السؤال؟ لأن هناك من يعتبر أن هذه ظاهرة بين مزدوجين عجيبة غريبة تظهر بشكل مفاجئ، تستطيع أن تجر ملايين الملايين، تتحدث عن 17 ولكن الآخرين يتحدثوا عن 30 مليون غير العرائض التي وقعت. أنصار الإخوان يقولون وكأنها جزء من السلطة، جزء من الذي يحرك. معلوماتك حول التمرد وكيف استطاعت أن تنتقل بمصر من طور إلى آخر؟ هتفاجأ أنه هذه الفكرة طرحت بين مجموعة من الشباب دون إعداد، ما قعدوش كده وقالوا إيه أدي جدول الأعمال بتاعنا، إحنا هنعمل كذا وكذا وكذا ونفكر في كذا وكذا وكذا. هذه الفكرة طرحت في قاعدة عادية جدا، ليست تنظيمية وليست تأسيسية وليست أي شيء، لكن الدليل على قبولها لدى المجاميع المصرية أنها لقيت استجابة عنه. أنت شفت الاستمارة ولا ما شفتهاش؟ لا ما شفت. الاستمارة عبارة عن ورقة A4 زي دي كده مقسمة قسمين، تمرد عايزة إيه معمولة بالطول كده، تمرد عايزة إيه في الجهة اليمنى، وفي اليسار هنا هو بيقول لك الاسم، المحافظة، الرقم القومي بس. إذا كنت موافق على هذه المطالب بتعمل الاستمارة وبتبعتها، إذا ما كنتش موافق على هذه المطالب ما تبعتهاش، ما تشتركش خالص. أنا شفتهم لما كنت في مصر في الفترة من 25 يونيو إلى 5 يوليو، شفتهم في كل مكان طرقته، الأماكن الشعبية والأماكن المتوسطة والأماكن الشيء. هم شباب مسيسين؟ شباب ليس أقل من أنك أنت تقول فاهمون لما تمر به مصر من مأزق. واستجابة الجماهير لهم في الأيام الأولى من الأيام الأخيرة من شهر إبريل كانت الدليل على إن هم تلاقوا فعلا مع هذه الجماهير في نقطة واحدة، وهي أننا نتمرد على هذا الحكم. لكن فكرة الاستمارات، فكرة الدعوة للتظاهر، فكرة الإسقاط، فكرة التوقيت لاتين، كلها أفكار ارتجالية؟ لا، هي النص الأخير من إبريل كانت أفكار ليست مرتبة، مش عايز أقول ارتجالية، وإنها كانت تبحث عن طريق لكي تصطف فيه. لما حصلت الاستجابة ولما حصل إن الإخوان المسلمين قالوا لا ده احنا عندنا حملة تجرد، زاد الإصرار على أن تستكمل العملية. ما نطالب به الآن هو رصد هذه الظاهرة من خلال مجموعة من المرتكزات. المرتكز الأول، أين هذه الاستمارات؟ ويجب أن تسجل في المحكمة الدستورية العليا أو المحكمة الإدارية العليا. واحد. اثنين، هذه كأنك تسأل أسئلة جديدة. نعم، لا أنا بقول لابد أن تستكمل بشكل أو بآخر قبل الضياع. هذه واحدة. الثانية، يجب أن تهتم مراكز البحوث بدراسة هذه الظاهرة كما تفضلت بطرحها. هل هي فجائية؟ هل نبتت من نبت شيطاني؟ هل هناك من يقف وراءها؟ هذا السؤال. لن يستطيع أحد بمفرده أو فريق صغير بمفرده أن يميت اللسام عن هذه القضية، ولكن شهادة للتاريخ أن تمرد فعلت فعلا في الشارع المصري لم يكن متوقعا ولم يكن مرتبا له، ولم تستفد منه أي جهة إلا عندما حصل وعرض فريق الأول عبد الفتاح السيسي على رئيس الجمهورية أن يجري استفتاء أو يقدم الانتخابات الرئاسية في موعد قريب بناء على هذه الإحصائيات ورفض. أريد أن أسألك عن موقف المصريين من الجيش.
نعم. بعد 25 يناير وإبان احتدام بداية التناقض بين المعارضين الرئيس مبارك الثوريين بين المزدوجين وبين حكم الإخوان والرئيس محمد مرسي، بدأ هذه المماحكة تحصل. وفي كل مرة كنت أسأل هؤلاء المعارضين حول موقف الجيش، كان دائما هناك انتفاضة بالقول لا لا لا، لا نريد الدور للجيش، لا نريد عسكرة السلطة. حتى يعني إبان امتعاض من الإخوان لم يكن خيار العسكر مطروح. ما الذي جرى؟ دعني في تلخيص صغير جدا أتحدث عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي محمد حسني مبارك. كل الشواهد تقول أنه لم يكن على قدر المسؤولية. لماذا؟ لأنه سلم عنقه وعنق مصر لجماعة الإخوان المسلمين، لأنه لم يستمع إلى النخب السياسية التي قالت الدستور قبل الانتخابات وفضل الانتخابات قبل الدستور، أنه كان زي ما تقول كده من إيد الإخوان دي لإيد الإخوان دي، وبناء عليه ما كانتش له ملامح قومية يمكن أن يثق بها الشارع المصري. ماذا فعل عبد الفتاح السيسي بعد توليه مسؤولية المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقائد العام للقوات المسلحة؟ قام بمجموعة من الأشياء التي صارت في مسارين متوازيين. المسار الأول أنه صمم على إعادة تأهيل القوات المسلحة مرة أخرى بعد عام ونصف من الوجود في الشارع، رغم أن اللي كان موجود في الشارع كان فرقتين بس، ولكنه صمم على إعادة تأهيل وإعادة تحديث القدرات القتالية للقوات المسلحة. لما تيجي عند حتة القدرات القتالية عند القوات المسلحة لدى الوجدان الشعب المصري تجد تحس بالفخار. هذه واحدة. الثانية أنه في مارس 2013 لكن عند الناس كانت على علم بجهود عبد الفتاح السيسي داخل المؤسسة العسكرية، ده موضوع تقني موضوع. لا، كان يعلن عنه بطريقة سلسة جدا وبطريقة ما فيهاش يعني إجبار على أنك تستمع أو تلاحظ. في مارس 2013 أقدم الفريق عبد الفتاح السيسي على خطوة غير مسبوقة عندما أجرى تمرينا للقتال في منطقة صحراوية في محافظة الجيزة، ودعا مجموعة من الإعلاميين والفنانين والنخبيين للقاء الجنود وصف الضباط والقادة. النقطة الثالثة عندما كان له موقف واضح من مسألة إقليم قناة السويس. كانت الفكرة التي قام عليها مشروع النهضة الذي تبناه الرئيس المعزول محمد مرسي توحي بأن هذا الإقليم سوف يكون معزولا بشكل أو بآخر عن السيادة المصرية ولخ مأخوذا من النموذج الموجود في دبي ومأخوذا من النموذج الموجود في هونج كونج. موقف القوات المسلحة من أن هذا لا يجب أن يكون، وليس هناك سلطة أو إدارة على هذا الإقليم خارج الإدارة المصرية والسيادة المصرية، أخذا في الاعتبار أن يكون للتذكير كيف 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 جرى هذا الموقف، كيف تم التعبير عنه؟ التعبير عنه جرى عن طريق الإعلام، لم يأخذ أي دور آخر إلا عن طريق الإعلام، وكان الكثير من ما الذي تقصد عن طريق الإعلام؟ عن طريق أنهم يتحدثون من خلال وسائل الإعلامية، تحدث ضباط أو بعض الخبراء ممن يطلقون على أنفسهم خبراء استراتيجيين ومتخصصين، يقولون هذا رأي المؤسسة العسكرية. هذا نعم رأي. هذا رأي المؤسسة العسكرية، ويعتمدون في ذلك على عنصرين أساسيين، أن التنفيذ المشروع بهذه الكيفية سوف يخرج منطقة قناة السويس من السيادة المصرية، وسوف يقرب من الناحية الثانية وسوف يقرب الأجانب بشكل أو بآخر، وربما يكون من هؤلاء الأجانب. وهذا وعي نادر، لأنه عندما تكون هذه المقارنة الدوحة دبي أو هونغ كونغ أو إلى آخره، نعم، يفترض أنها يعني مقارنة تغري ولكن ليس على حساب السيادة المصرية، ولكن ليس على حساب الأمن القومي المصري. النقطة الثالثة التي تحسب للقوات المسلحة أن الفريق السيسي عندما قال التمرد أنها سوف تقوم بحشد جماهيري يوم 30 يونيو، يبدو أن حسابات الأجهزة الأمنية الداخلية قدمت له تقرير يقول أن في هذا اليوم سوف يكون هناك نوع من التعبئة الشعبية التي قد لا نستطيع السيطرة عليها، فقام
كما أعلن هو في أحد المناسبات بعرض الموضوع على رئيس الجمهورية مرتين. مرة عندما تقابل معه قبل خطاب رئيس الجمهورية المعزول في استاد القاهرة الذي قطع فيه العلاقات مع سوريا وفتح باب الجهاد، واتفقوا على نقاط رئيسية، وقال عبد الفتاح السيسي أنني لم أرها ولم أسمعها، وكأنما أنا الساعتين اللي قعدتهم مع رئيس الجمهورية كانوا بلا جدوى. المرة الثانية يوم 28 يونيو قبل التجمع، يوم 28 كان يوم جمعة، وقال له اللي هيحصل يوم 30 محسوب بالورقة والقلم 1 2 3 4، فتعال نتفق على حاجتين: إما إن حضرتك تعلن عن استفتاء على مجموعة من الأمور، أو تعمل تعد ب هو تحدث عن حوله أو تعد بإجراء انتخابات رئاسية. فقال له اديني فرصة أفكر في هذا الموضوع، ثم رفض هذا الموضوع وقال له كل اللي هيكونوا موجودين عدة آلاف زوبعة في فنجان. طيب، القسم المتبقي من البرنامج ده أريد أن أفهم منك هذا الكلام الذي تسوقه جماعة الإخوة المسلمين وأنصارهم حول أن هناك ديكتاتورية عسكرية وإلى آخره، كلام آخر حتى في الصحافة الغربية تحدث عن عبد الناصر آخر. هل المصريون 30 مليون أو الملايين التي خرجت تريد بعد تجربة السادات وتجربة مبارك وتجربة الإخوان إعادة مصر إلى بين مزدوجين ديكتاتورية عسكرية، إعادة مصر إلى عهد ناصري جديد؟ هل هذا ما يريدونه؟ لا، بالقطع. يعني وما ضمانات عدم سقوط مصر في الديكتاتورية؟ حاول لحضرتك ضمانات عدم السقوط في هذه الديكتاتورية، يعني يمكن حصرها فيما يلي: أقوال عبد الفتاح السيسي ومجموعة من القيادات أنهم لا يرغبون في تولي مناصب سياسية أو الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أو تولي، يعني هذه الأقوال قد يعودون على 30 مليون خرجوا بشهادة هذه الملايين، صعب أو أنهم يرجعوا. وتجربتنا، تجربة الشعب المصري مع محمد حسني مبارك في التوريس ومع محمد مرسي في مشروع النهضة تنفي هذه الخطوة تماما. دي واحد. اثنين، أن الغالبية العظمى من الجماهير المصرية حتى التي عاشت يعني فترة من أنور السادات، وقد يكون بعضهم عاش في فترة من فترة جمال عبد الناصر، ينفون عن أنفسهم حب تكرار هذه التجربة مرة ثانية. التجربة العامل الثالث، أن العالم اليوم يرفض إقليميا وعالميا مسألة حكم العسكر، ولكن الواضح أن تجربة المؤسسة العسكرية في مصر تنوي بشكل أو بآخر أن تساهم في شق الطريق الديمقراطية وطريق الإصلاح السياسي. أنا أعول في هذا الموضوع على جماهير الشعب المصري. الغالبية العظمى من متوسط السن ومن صغار السن يكرهون هذه التجربة ويرفضونها، وأنا أزعم أن اتجاهات الرأي العام التي تقول بهذا الكلام وتصل إلى المؤسسة العسكرية تجعلهم على يقين فعلا أنهم لا ينوون تجربة العمل السياسي بشكل أو بآخر. هل برأيك أن هذا الغرب الذي عبر عن تحفظه وعن قوله أن هناك انقلاب وعن تضامنه مع الرئيس المسجون إلى آخره، فهم الرسالة المصرية أم لا، أم هو بصدد عرقلة هذا التطور المصري؟ لا، أنا أزعم أن هو فهمها، ودليلي على ذلك أمرين. الأمر الأول، تصريحات جون كيري في باكستان التي قال فيها أنه هذا ليس انقلابا وأنهما تصحيح للمسار الديمقراطي، وكان يجب على الشعب أن يتبنى وجهة النظر. لكن بعد أيام وفد الكونغرس تحدث بشكل آخر. لا، افصل حضرتك بين اثنين، بين الإدارة الأمريكية وبين من يمثلون الكونغرس، خاصة وأنهم بعد أن عادوا إلى ديارهم، المتحدثة الرسمية باسم البنتاغون والمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية قالوا أن هؤلاء يعبرون عن شخوصهم فقط، رغم أن جون كينت نشر أول أمس مقال في الواشنطن بوست كرر في نفسه، رئيس أوباما شخصيا طلب منهم لم يذهبوا المبادرة شخصيا، بعثهم لكي يروا ما يمكن أن يكون انعكاسات على المساعدات الأمريكية لمصر وليس لتقرير السياسة. هذه واحدة. الثانية، أن التحقيق السياسي التي أجرته الواشنطن بوست مع عبد الفتاح السيسي ومع الدكتور محمد البرادعي أوحى إلى الشعب الأمريكي والمؤسسات الأمريكية والإدارة الأمريكية أن إدارة ظهركم إلى الثورة المصرية سوف تعود عليكم بالسلبيات في المستقبل. أشكرك جزيل الشكر دكتور حسن عبد الله المصري. بإمكان أن نستمر ساعات نتأمل في موقف مصر. أشكرك جزيل الشكر، أشكر حسن الانتباه والمتابعة. إلى اللقاء.